أن تخليق ظروف منح الصفقات العمومية للسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، أخوات الإخوة النواب. بالفعل موضوع السؤال ديالنا هو تخليق منح الصفقات العمومية من مداخل محاربة الفساد، من مداخل كذلك تخليق الحياة العامة، من مداخل الإصلاح وإرادة الشعب المغربي. في هذا الصدد سيد الوزير نسائلكم، بغينا نعرفوا وزارتكم شنو دارت في التدابير المتخذة لوضع حد التسيب لتوفير الشفافية في موضوع الصفقات العمومية. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير. تفضل السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا للسيد النائب المحترم ولفريق الأصالة والمعاصرة. نبغي نذكر بعض النقاط اللي كنعتبرها أساسية. أولا نذكر بأنه الشفافية مبدأ من مبادئ قانون مراقبة المنشآت العمومية، المادة 19 تنص على ذلك بصراحة. ولتفعيل هذا المبدأ تم يعني الإمضاء على مقرر لتحديد أدوات تسيير النفقات من طرف وزير الاقتصاد والمالية، لكي يحدد بشكل واضح مصادر النفقات، مصادر الصفقات العمومية. المراقبين الماليين كيحرصوا في لجان الصفقات على تفعيل المصادر والمبادئ المتعلقة بها. ولتعزيز هذه الشفافية نذكركم بأنه صدقتوا على مشروع قانون لتعميم تطبيق مرسوم الصفقات العمومية على بعض المؤسسات العمومية، اللي خدا كذلك بعين الاعتبار الخصوصيات المتعلقة بها. في نفس الاتجاه نشتغل الآن على تهيئ مشروع قانون مراقبة وحكمة المؤسسات العمومية، واللي كيهدف إلى تقوية بالطبع الحكمة والشفافية. إذن كل المصادر اعتبر بأنه مصادر تحترم المبادئ. الإشكال اللي كيتطرح فيما بعد هو ما بعد المصادقة على الصفقات، هنا فين عاوتاني خص يكون اشتغال. أنا السؤال ديالكم ملي كتكلموا على الشفافية ديال الصفقات وإلى آخره، هذا المشكل راه ما مطروحش، لأنه داك الشيء المصادر ديالو واضحة. المصادر فيما بعد وطريقة التدبير فيما بعد هي اللي خص يكون فيها اشتغال، وهذا هو التوجيه اللي أعطيته المصالح، على أساس أنه إذا كان غيكون عندنا شي اجتهاد اليوم هو في اتجاه ما بعد المصادقة على الصفقة، ما يجري ما بعد الصفقة، هذا هو اللي أساسي في إطار المراقبة وفي إطار الفعالية والحكمة. شكرا. شكرا. تعقيب لأحد السادة النواب المحترمين. شكرا سيد رئيس، سيد الرئيس، السيد الوزير. احنا استمعنا للجواب ديالكم. احنا لما نتكلم عن الصفقات العمومية نتكلم عن التعفن، نتكلم عن المحسوبية، نتكلم عن الفساد، نتكلم عن الزبونية. معالجة الصفقات العمومية جات الحكومة بمرسوم أبريل 2007. هذا المرسوم استثنى المؤسسات العمومية وغير ذلك، اللي هي موضوع اليوم في التقرير نتاع المجلس الأعلى للحسابات كمكتب المطارات وغيره. كذلك المرسوم، احنا كنعرفوا ان الدستور اعطى الصلاحية للحكومية انها تصدر مراسيم ما بين الدورتين، او لا في حالة الاستعجال لا قدر الله كانت شي كارثة طبيعية ولا شي حاجة اللي قبيحة، انه الحكومة تنعطيها الصلاحية. ولكن أننا مشتغلوا بمرسوم يستثني حتى اللجان اللي تكلمتوا عليها سيد الوزير ما كتحضرش. ممثلين ديالكم تاع وزارة المالية ما تيحضروش في الصفقات العمومية، ما تيحضروش في الجماعات المحلية، ما تيحضروش في الصفقات العمومية اللي أقل من 30 مليون تاع الدرهم، ما تيحضروش ممثلين. ممثل الخزينة العامة كذلك ما كيحضرش. هذا المال العام، ضياع المال العام، حقوق المواطنين، هادشي كله لابد من معالجته في إطار قانون. ما يستثني حتى شي حاجة، الاستثناء غير مباح. صفقات العمومية، أنا نعطيكم غير مثال السيد الوزير فيما يخص الصفقات وما هو مرتبط بالصفقات. أولا كاينة محاولة الإقصاء في الصفقات العمومية، وإحنا عندنا نموذج في إقليم صفرو، طريقة التثنية ما بين مدينة صفرو ومدينة فاس،
عكسات المقاولة المواطنة، المقاولة الكبرى التي تشتغل في واضحة النهار، وفبرك ما فبرك من طرف الإدارة باش نعطيه لشي واحد واحد الصفقة اللي أنجزت اليوم وهي في طور الإنجاز، وهي تتمزق الملايين الدراهم تاع المغاربة مشاو في هذه الصفقة هذه. أنا طلبت من وزير التجهيز وهو مشكور والسيد المدير نتاع مديرية الطرق بإرسال لجنة للوقوف عند الحقيقة. شكرا في هذا الموضوع. شكرا سيدي. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب سيد الوزير؟ غير قل كما قلت في المداخلة ديالي الأولى، هذا الاستثناء اللي كيهم المؤسسات العمومية راه حنا كنعالجوه، راه كاين مشروع قانوني كنبيئوه واللي كيهم المؤسسات العمومية على أساس أن هذا النظام هذا يكون كيطبق على جميع المؤسسات، علما بأنه يجب كذلك أخذ بعين الاعتبار في إطار هذا المشروع القانون الخصوصيات ديال المؤسسات، لأنه العمومية لأنه الطريقة أو الواقع ديالها شيئا ما يختلف عن الإدارة العمومية. وشكرا. شكرا سيد الوزير.